مرحبا استاذ. مرحب، اهلا وسهلا. يعطيكم العافيه في معرض الخريف اللي تحت عنوان قص الحكايه، وبرايي انا هون شايف انه هالمره مش معرض رسومات انما معرض صور قديمه لشخصيات من عبلين، واللي برايي انا فيها نوع من الروايه والحكايه لكثير عائلات من عبلين. شو الهدف من أصل الحكاية تاعتكم هاي؟ هو يعني التسمية أصل الحكاية حتى نعرض للجمهور ونثير يعني مجموعة من قصص التراث القديمة اللي اندثرت أو تراكم عليها الغبار حتى نستطيع أن نستردها ونستعيدها ونحولها إلى ذكرى جميلة يستفيد منها الجيل الحالي والجيل القادم. بالأساس هي صور لناس عبلين، هدول ناس عبلين كانوا هدول والله هدول. احنا واقفين قدام زاوية اللي هي الصور الأصلية اللي أخذتوها مؤقتا للمعرض من عند الأصحاب. نعم، لكن هذه الصور فيها نسخ موجودة هناك كمان. أسود أبيض. أسود أبيض. أسود أبيض. نعم. ليش ما عملتوهاش يعني يعني بأصلها باللونها الأصلي، ولا كلها كانت أسود أبيض؟ كلها كانت أسود أبيض، ولكن قديمي. بعض الصور الجديدة نسبيا كانت بالألوان وإحنا حولناها للون الأسود حتى تعطي التأثير اللي إنه هاي صور يعني لناس اللي مش موجودين عمليا، فيش عنا ولا واحد من اللي موجودين هنا. طيب إسا هون في صور إن الإنسان بيجي بيحضر معرض صور، فيما بعد الصور انه اصل الحكايه يعني بكل صوره الى حكايه وثقتوها او سجلتوها او في شهاده شفويه او شهاده مكتوبه عن كل شخصيه، ليش هي موجوده في المعرض اليوم اللي كان زونه بهان زهره؟ تقريبا نعم، تقريبا لكل صوره في حكايه، واليوم احنا بدنا نذكر بعض الحكاية قدام الجمهور، وفي ناس اللي معهم عدة حكايات، وهي الحكايات اليوم احنا بحاجتها اكثر من قبل، لانه هاي الحكايات بتمثل النسيج الاجتماعي الجميل اللي كان سائد في عبلين واللي كان لا مثيل له في معظم القرى. وما زال هذا النسيج اصابته بعض الضربات هنا وهناك، ونحن نأمل بالذات في هذه الايام ونحن نقترب من موعد الانتخابات المحلية يكون البلدية حتى نقول للناس استنوا شوي، شوفوا هذول الناس كيف كانوا عايشين. راحين نحكي بعض الحكاية هاي، ولكن هذه الصور هي ليست كل الصور، هذا جزء أول من كتالوج في لقدام الجزء الثاني حتى نهاية الفترة العثمانية في عنا المعرض الثاني، وبعدها إلى معرض أولئك الذين ولدوا أبان الفترة فترة الانتداب البريطاني، يمكن يكون أكثر من معرض وهكذا. هذا الأمر الناس اللي عاشت لحد النكبة كانوا في حالة من الانسجام والوحدة والطيبة اللي إحنا اليوم نفتقدها، نريد أن نستعيد هذه الذكريات ونحولها إلى رافعة ترفع معنوياتنا إحنا اليوم وترفع معنويات الجيل القادم حتى يتذكروا. البعض بعرف بعض الأسماء، مثلاً الشيخ مصطفى السعيد ما بيعرفوش مين هذا الشيخ، بيعرفوا اسمه. اليوم لما أنا بحط صورة الشيخ مصطفى السعيد وبقول هياته، لما بنذكر اسمه بتصير في عندي أنا صورة في مخي. وهكذا الخلق رهيم، في عنا أبو ديب، في عنا ناس آخرين، في عنا علي الحسين، فهي الناس الشيخ علي. طب الشيخ علي دار الشيخ علي، يعني نحكي دار عند دار الشيخ علي، طيب مين هذا؟ شو عمل؟ وقديش في وراء حكايات، وقديش في وراء دور اجتماعي وسياسي بارز؟ فإحنا بحاجة راح توثقوه هذا الاشي؟ يعني إسا ممكن أنت تحكي حكاية شفوية، الناس تحضر المعرض وبتروح خلاص تنسى كأحد المحطات، بس أنا بحكي إنه راح يتوثق هذا ويصدر في يعني كتاب خاص للموضوع هذا. هذا الجزء الأول أصبح جاهزا، والمعرض الثاني يعني
نجهز القصص لكل صورة وقصتها. وأنا بقول لك إنه في قصص جميلة جدا اللي يعني أنا عندما أستذكرها أتمتع بتفاصيلها وأتخيل المناطق اللي كانت تدور فيها. أمر جميل جدا. نحن بحاجة إلى هذا الأمر، وأتوقع أن يكون فريد بنوعه هذا المعرض، وأن يحذو البقية في باقي القرى حذونا حتى نعيد هذه الشخصيات بتاريخها بجذورها، إحياء نحييها. هذا الزيتون اللي عم ناكل منه، هذا التين اللي عم ناكل منه، هاي العنب اللي عم ناكل منه، ما زال هؤلاء الناس هم الذين زرعوه، ولذلك نرى أن هذا الأمر مهم جدا. شكرا أستاذ. وسهلا فيك. شكرا.